حبايبي الحلوين، زي ما سمعنا في الشرح بتاعنا في 4 حاجات هيتعملوا عشان ننقل من الحارة للحارة. احنا اتفقنا ان احنا اول حاجة هنبص على المراية اللي في النص، بعدين هنبص لو احنا هننقل في اليمين الحارة اليمين هنبصين على المراية اليمين، بعدين نعمل شولدر تيست. الشولدر تيست ان انا ببص على الجزء بتاع الازاز الخلفي ده، مش اللي جنبي، لا ده، اوكي. وبعدين بنرجع تاني للمراية في النص. فانا كده ال4 حاجات: مراية في النص، المراية اللي في ايدينا اليمين، الشولدر تيست اللي هي الجزء دوت، جزء الزاوية الميتة، وبعدين نرجع تاني على المراية اللي في النص، وبعد كده ننقل على طول. طيب لو هننقل من الحارة الشمال هنيجي نوم، اول حاجة هندي اشارة ومش هنتحرك، هنفضل زي ما احنا في الحارة بتاعتنا، ندي اشارتنا بعدين نبص على المراية اللي في النص، المراية الشمال، الشولدر تيست اللي هو الجزء الازاز بتاعنا الخلفي، الزاوية الميتة، ونرجع تاني على المراية اللي في النص. بعد كده لما نطمن نبتدي ننقل على طول. كل ده بيحصل بالظبط في حوالي 5 ثواني. يلا بينا نطلع الطريق ونجرب ننقل من الحارة للحارة. زي ما احنا شايفين اهو يا حبايبي، انا كده ماشي في الحارة بتاعتي، مواصلة العربية بتاعتي، كل حاجة تمام. بعد كده بفكر ان انا انقل من الحارة اللي انا فيها للحارة الشمال. هنقل الحارة الشمال، هعمل ال4 حاجات بتوعنا. اول حاجة، بس قبل لما اعمل ال4 حاجات بتوعنا، اول حاجة هعملها هقوم مدي الاشارة الشمال بتاعتي زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده هنبص على المراية اللي في النص، بعدين نبص على المراية الشمال، بعدين نعمل الشولدر تيست، بعد كده نرجع على المراية اللي في النص. كده الدنيا امان، نبتدي ننقل من الحارة اللي انا فيها للحارة التانية، وانا واخد بالي وهادي خالص، ما بلفش الدريكسيون بسرعة، بكسر كده الدريكسيون حاجة خفيفة قوي، فبنقل من الحارة للحارة. طيب واقفل الاشارة، كده انا نقلت في الحارة التانية. نفضل ماشيين فيها حبة حلوين، بعدين ممكن تقابلني عربية قدامي فاضطر ان انا انقل من الحارة للحارة. طيب المرة دي هننقل الحارة اليمين، هنعمل ايه؟ اول حاجة هندي الاشارة اليمين. طيب بعد كده هنعمل ال4 حاجات بتوعنا، اللي هي هنبص هنا في المراية اللي في النص، المراية اليمين، الشولدر تيست، ونرجع تاني في النص. طيب وبعدين اطمنا وكله تمام اهو. بصوا بصوا ركزوا معايا، بصوا انا بنقل من الحارة للحارة بعد ما اطمنت ان الدنيا فاضية. هقفل الاشارة وافضل ماشي في حارتي زي ما انا مطلعش منها، وهكذا في كل مرة بننقل الحارة من مكان لمكان، بندي الاشارة ايا كان هنروح يمين او شمال، ونعمل ال4 حاجات بتوعنا. وطبعا الموضوع بيبقى سريع، ما بقعدش ابص كده في كل حلقة، 1 2 3 4 وننقل على طول. نستمتع بقى مع بعض في الطريق. تعالوا بقى ننزل شوية وسط العربيات ونشوف ازاي ممكن نقدر ننقل على طول بين الحارات.